السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. السلام عليكم سي مختار، مش كيف هذه السيارة من نوع كاضي ماشية 197 الف كيلومتر، اشتريتها وهي في حالة جيدة جدا، كان العداد يشير إلى 154 ألف وهي في سنتين لدي. المشكلة أنه جرى لي حادث بسيط، أتت الضربة في الضوء في الفار، انكسر لي الفار. ذهبت لصيانتها، عند الصيانة وجدت أن قارورة السليكيد قد تضررت، فأعدت هذه القارورة. عند إعادة القارورة تم اكتشاف أن الماء يتسرب من أنبوب أمام المانو، أمام حساس الحرارة. قمت بتلحيم هذا المكان، بعدما كانت السيارة مرات تنقص الماء حتى يشير الحساس إلى هذا النقصان، إلا أن السيارة لا تسخن ولا تستهلك الزيت، وكما كما قلنا أن السيارة من نوع تي دي 2 لتر فولكس فاجن. ولكن المشكلة قبل كانت لدي مشكلة فيها منذ اشتريتها، أن هناك مرات العزم ينقص، وكان سببه حساس الهواء. عندما أضغط على الحساس يذهب رمز لا ريزيستونس الرسول والإنجاك. هذه الظاهرة كانت تظهر أحيانا فقط، وأقضي عليها بهذا الأسلوب، إما بتنظيف الحساس أو الضغط على فيشة الحساس. ولكن مؤخرا أصبح لدي مشكل عندما قمت بصيانة هذه الأضرار، وظهر لي كذلك عطف الأنف. الإشكالية هنا عندما يصبح المحرك في درجة حرارته لا يمكن تشغيل السيارة. انظر، دروك نريد تشغيلها. بسم الله، لا يمكن تشغيلها. كما أريد أن أنبه أنني عرضتها على الميكانيك، وقال لي أن مضخة الوقود فيها إشكالية ويجب الاتصال بالبومبيست. وعندما اتصلت بالبومبيست قال لي أن هناك بخاخ لا يعمل، متوقف تماما، أي أنه سيال البخاخ ولم يجده يعمل. أما ثالث ميكانيكي فقال لي أن هناك مشكلة في حساس الضغط. نعم، كما أن هناك من ذوي الخبرة قالوا لي أن هناك مشكلة في حساس الحرارة الذي قمنا بتنظيفه وصيانة أنبوب ماء التبريد. هذا الذي أعرفه والله أعلم. الشكر موصول إلى الأستاذ، والسلام عليكم. هاكا سي مختار، راه الصباح ناضت مريقله،
دوك نتمشاو بها نوروك لا ريزيستونس. لا ريزيستونس كيف تشعل لنا في التريكين كونساو. كان لدي مشكل في هذا الحساس هذا، هذا الحساس هذا كان عندي فيه مشكل مقبل، كي نظفو يطفى هذا الرسوب، ولكن وليت نظفو وما زال إشكالية الرسوب. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مشكلته سهلة وبسيطة، مش صعبة، لأن هو حسب ما قال هو الدياجنوستيك متاعه خرج له أنه هو الانجكتير، فما انجكتير ما يمشيش مرة واحدة. باش نثبتوا الانجكتير ما يمشيش مرة واحدة، فما حاجة نعملوها هي الأولى، لأن الانجكتير كي يخرج في الدياجنوستيك يخرج الانجكتير حتى ولو كان ديفو في بيستون ولا في السوباب ولا في البوسوار ولا في الأربراكام ولا كل يطلع انجكتير. علاش يطلع انجكتير؟ لان هذيك البارتي الكتريك او الكترونيك اللي هي يقدر يدخل لها نتاع الدياجنوستيك. فاحنا باش نثبتوا من المشكل هذا قبل ما نخسروا وقبل ما نعملوا حتى شيء، اش نعمل؟ نعمل نجو للانجكتير اللي هو مثلا نجو رقم 4 اللي هو فيه المشكل هذا، او رقم 2 او 1، ونحطوه مكان واحد اخر قبل ما نمشي للبومبيست ولا كل شيء. نمشي اما نعملها وحدي كاني نعرف انا في الميكانيك، او نمشي عند ميكانيكي نقول له نقل لي الانجكتير اللي ما يمشيش حطوا لي في مكان اخر، والعكس صحيح. والاخر كان المشكل تنقل معي اللي هو الانجكتير فيه مشكله تنقل معي، واختي نقلته لمكان اخر معناتها انتهت المشكله. يمشي يشري الانجكتير راه ما يصلحوش يعني نقول لكم يعني حتى تصليحهم يعني ينجح في 60-70%، وقتها نولي نمشي نشري انجكتير اخر ونركبه، نخلي القديم هذاك اللي انا حطيته نخليه مكانه، ما رجعوش في خليه باش نعرف الديفو قاعد كما هو ولا لا، ونشري انجكتير اخر ونحطه مكان اللي هو ما يمشيش. واذا كان الديفو ما تنقلش معايا وبقى في نفس المكان اللي نحيت منه الانجكتير، معناتها المشكله راه في المحرك من داخل، والمحركات هذوما راه ما يصلحوش. يعني نقول لكم ما تخسروش، لان الناس تجيني للحانوت تجيني وتوريني في مشاكل وخسروا الملاين على محركات كما هذه، وفي الاخر ما توصلوش حتى النتيجه. واحد بدل 4 انجكتيرات وبعث لي جيت بدلت له انا موتور، واحد كيف صارت له مشكله بجاني قلت له برا بدل الموتور. الحاصل يعني ما رد بالكم راه ما فما حاجات كما هكا. يعني اذا كان لقيت المشكل في البيستون ما تحاولش تحله وتعمل مشاكل، لان نسبه النجاح 50-50 نجح 50% لا. ولهذا ننصح اخواتي باش ما يحصلوش في المكان يمشي بها هكاك تروح سلندر حتى يدبر موتور ركبه. وفما حاجه اخرى نحب نفهمكم عليها، رد بالكم، لان مفتور لهذايا نتاع كادي شكله يشبه للجولف 6 ويشبه للبولو سيدان، يعني يشبه للجولف 6 ويشبه للبولو هاك الكلاسيك نقولوا احنا، ولهذا راهو شبه لها. لكن كي تاخذوا شورت مركب ما يمشيش معاك، رد بالكم راهو نتاع كادي وحده، ما يغلطوكمش الناس. اذا كان لقيتو نتاع كادي خذو نتاع كادي، ما تاخذوش حاجه اخرى. هذه العمليه سهله وبسيطه وتنجم تعملها حتى وحدك، وتخبرني باذن الله شنو وين وصلت. كل شيء صوره لي وابعثه لي ان شاء الله. تنفعكم حاجه كيما